نرحب فيكم باسم إدارة الإعلام والعلاقات العامة في هذه الندوة احتفالا اليوم بيوم البيئة العالمي. طبعا اخترنا موضوع البيئة، قضية البيئة من القضايا الأساسية اللي باتت تفرض نفسها إذ التزايد في عدد السكان والتمدن والعمران واستنزاف الموارد الطبيعية، وطبعا غياب الوعي وغياب القوانين اللي تنظم العلاقة بين الإنسان والطبيعة، كل هذا حمل البيئة أعباء كبيرة وسبب مشكلات عديدة. الحريصين على هذا الأمر طالبوا بوضع قوانين وسياسات بيئية تهدف إلى الحد من مظاهر التلوث والعمل على إيجاد بيئة سليمة. نتيجة لضغوطاتهم تقرر إقامة مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية، وفعلا عقد هذا المؤتمر في 5/6/1972 في ستوكهولم، وأقرت فيه عدة قوانين وتشريعات خاصة بالبيئة، واتفق على أن يعتبر هذا اليوم هو يوم عالمي للبيئة. طبعا الحفاظ على البيئة هو واجب على الحكومات والشعوب والجمعيات الحكومية والأهلية، وبدورنا في ديوان المحاسبة كجزء من هذا المجتمع نسعى للحفاظ عليها، خاصة أن الدين الإسلامي أوصى قبل مئات السنين وقبل كلها التشريعات والقوانين إلى حماية الطبيعة ومنع الإساءة إليها. أرحب معكم في ضيفنا اليوم السيد جمال دشتي، هو عضو فريق سنيار للغوص التابع لمركز العمل التطوعي. طبعا فريق سنيار هذا تأسس لإنقاذ ومتابعة حالة البيئة البحرية الكويتية والحفاظ عليها، وأيضا هو يقوم بانتشال السفن الغارقة ورفع المخلفات البيئية من البحر وتأهيلها لتكون بيئة صالحة. الهدف الأساسي من هذا الفريق هو تطوير الفكر البيئي وإعادة إعمار البنية التحتية لبيئتنا ووقف التعديات عليها من إتلاف شواطئ وتكسير الشعاب المرجانية والصيد الجائر والممارسات الخاطئة بشكل عام، وتفعيل القوانين وتطبيقها على من يدمر البيئة. وأيضا معنا من ديوان المحاسبة السيدة فاطمة البصيري، مدير وحدة مكتب المتابعة الفنية والتنسيق. طبعا السيدة فاطمة شاركت في اجتماعات مجموعة العمل للرقابة على البيئة تابعة للمنظمات الدولية في الأربوساي والأنتوساي، وهي رئيسة لجنة البيئة داخل الديوان التي أنشئت 2005. عفوا، راح تكلمنا السيدة فاطمة عن دور الأجهزة العليا في الرقابة على البيئة، وتركز بشكل أساسي على دور ديوان المحاسبة في دولة الكويت. تفضل سيد جمال. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أخوكم جمال دشتي من مركز عمل تطوعي فريق الغوص سنيار. طبعا أول شيء أتقدم بالشكر الجزير إلى وكيل الديوان المحاسبة بالنيابة عن الشيخ أمثال أحمد اليابر الصباح رئيس مركز عمل تطوعي، لتحت لي هذه الفرصة لشرح بعض أو جانب بسيط من البيئة الكويتية عندنا بالكويت، والبيئة خاصة البيئة البحرية، وعن فريق سنيار اللي إن شاء الله راح أقول شنو الإنجازات والمهام اللي يقوم فيها. فأنا صراحة المحاضرة هذه راح تكون تعريف بسيط عن الحياة، عن البيئة البرية أول شيء، عن البيئة بالكويت خلينا نقول، وبعدين راح أدخل أركز على البيئة البحرية، نتهمنا البيئة البحرية أكثر بالكويت كوننا مثل ما تعرفون إحنا موقعنا الاستراتيجي على البحر من القديم لغاية الآن، اعتمادنا كله كان على الصيد والغوص، والحين طبعا تركيزنا كان أكثر شيء على الماي وال خلينا نقول المواد الغذائية، السمك مثل ما تدرون يعني السمك عندنا خلاص صار شحيح جدا من الإخوان الصيد الجائر اللي قاعد يمارسونه بالتعديات كلها. هذه إن شاء الله أنا راح أذكرها لكم في اختصار بسيط عن في المحاضرة هذه إن شاء الله. شكرا. طبعا البيئة البحرية، البيئة عندنا بالكويت عندنا أهم بيئة هي بيئتين، البيئة البرية والبيئة البحرية. البيئة البرية مثل ما تدرون عندنا المساحة، احنا الدولة تصحر
عندنا البر نسبته أكثر تصحر، ما في عندنا نباتات ولا أي شيء ثاني. البيئة البرية عندنا طبعا هذه اشتغلت ولا فضل ياضي. البيئة البرية عندنا طبعا مثل ما تعرفون الإجراءات اللي صار قاعد تصير عليها، عندنا بيئة محدودة جدا، العمران عندنا محدود في قطاع بسيط جدا، ولكن أكثر البيئة البرية عندنا اللي هي الصحراء يعني تراب، ما عندنا شيء ثاني. اللي صار عندنا بالكويت الحين أو صارت الممارسات الحين، صار عندنا تعديات كبيرة جدا على البيئة البحرية، على البيئة البرية عفوا. البيئة البرية عندنا مثل ما تدرون يعني صار فيها رعي جائر، صار فيها بناء مصانع، صار فيها يحسمي خلينا نقول قشط أو التربة، فهذا كله أثر على الحياة الفطرية عندنا بالكويت. طبعا اثر بعد على شغلات ثانيه اللي الحياه الحيوانيه. طبعا عندنا قبل بالكويت يمكن اللي تذكرون قبل عندنا كانت تختلف عندنا البيئه البريه وايد، كان عندنا حيوانات يمكن الحين طبعا انقرضت، والسبب اللي هو التعديات اللي صارت عندنا على البيئه البريه. Not coming. على العموم طبعا قبل احنا عندنا بالكويت في البيئة البرية عندنا كان عندنا النعام، كان عندنا الغزال، كان عندنا الضبع، كان عندنا الذيب، كان عندنا الثعلب، كان عندنا النعام بالكويت. ولكن بعد التعديات والتوسع العمراني اللي صار بالكويت هذه الحيوانات كلها انقرضت، ما ظل عندنا أي نوع من الحيوانات هذه بسبب الصيد الجائر والتعديات الموجودة على البيئة البرية. طبعا التنوع الأحيائي البيولوجي طبعا هي مجموعة من الكائنات الحية اللي تشمل الحيوانات والنباتات الفطرية والميكروبات إضافة إلى البيئات الأنظمة البيئية اللي تعيش في عندنا بالكويت. طبعا ما قلت الأنظمة البيئية التنوع الأحيائي في الكويت عندنا البيئة البرية، النباتات الفطرية، الحيوانات الفطرية، البيئة البحرية. طبعا عندنا تشوفون من التنوع الأحيائي بالبيئة الكويتية عندنا نباتات 374 نوع، عندنا طيور 370 نوع، الزواحف 40 نوع، الثدييات 28 نوع، الرخويات 25 نوع، الأسماك عندنا 345 نوع، والأعشاب البحرية عندنا 105 نوع. شنو التنوع الأحيائي للبيئة؟ ما السبب وراء اهتمام، ليش احنا نهتم للتنوع الاحيائي في البيئه وليش بنحافظ على الاحياء التنوع الاحيائي في البيئه؟ طبعا لانها تشكل هذه الكائنات الحيه اللي عندنا بالكويت تشكل مصدر اساسي لنا للغذاء بالكويت على مجمل على مختلف المصادر حتى ممكن الدواء والاكل كله عندنا. طبعا التنوع الاحيائي اللي صار عندنا بالكويت، التنوع الأحيائي اللي صار عندنا بالكويت أدى إلى فقدان كثير كثير من الحيوانات الموجودة عندنا كانت بالكويت، كانت تغذى عندنا بالتعديات اللي صارت عندنا في الكويت. طبعا الحيوان عندنا الأنواع الفطرية كل نوع يلعب دور في الدور الأساسي في المساعدة على المحافظة على أنظمة الأرض المتوازنة وفقدان أي نوع يمكن أن يهدد بطريقة ما الحياة بما فيها حتى إحنا الإنسان البشر. طبعا الانواع هذه كلها يساهم في جمال الطبيعه واثر الحياه، اتمام مبدا التنميه المستدامه من خلال السياحه البيئيه اذا كان عندنا ان شاء الله سياحه. طبعا الممارسات الخاطئه اللي تصير عندنا على البيئه البريه، طبعا مثل ما تعرفون لما نروح نخيم الجماعه يخيمون ما يقصرون ان شاء الله، يبدلون دهن وصاخه كلها يقطونه في مواقع التخييم اللي ما حد يتابعهم نهائيا.
عندنا المخلفات التقط، فضلات، مواد بلاستيكية، خشب، زجاج، يعني مواد كلها تقط في مواد تخييم أو على الشاطئ. يعني مثل ما تدرون أنتم حين ربع الجماعة يروحون يوم من الأيام كل ويكند يروحون يقعدون على البحر يستانسون يشتحون تشوي وكل شيء، ولكن معنا يمه حاوية مكرم سامع زبالة ولكن ما يشيلها يخليه هو يمشي. هذا اللي فيه شنو معاه؟ كياس نايلون، قواطي، هذه ما تذوب، ما تذوب في الماء عندنا بسرعة بسهولة، وهذه تعتبر عن مواد سمية، يعني ممكن الله كافينا الشر مسلطنة، لأن آخر إحصائية طلعت أنه سنويا يصاب 20,000 شخص من سب كانسل اللي هو بسبب هذه المخلفات البلاستيكية اللي ترمى في البحر اللي ما ذوبوا. إحنا يكون تشوفون أنتوا لما يوم الخميس والجمعة السب، يوم الأحد روح شوفوا تشوفون أنتوا على خاصة على البحر تشوفون شو إنه صاير، حفلة موجودة من المخلفات اللي يرمونها الجماعة، مع إنه يمهم يمهم حاويات زبالة بس ما حد مهتم الموضوع. طبعا البقيات والسيارات هذه كلها دمرت البيئة البرية عندنا في الكويت. طبعا الحرائج اللي يشبونها على ابو وناسه وشابين ضمن كلها يشلعون النباتات ويشبوا يحرقونها، هم هذه كلها اثرت على طبعا لزالة القشط مثل ما قلت لكم، الكسارات وهذه كلها، الحفارات والتراكتر هذا كله قشط التربه عندنا، فهذا هم كان فيها نباتات فطريه صغيره كلها راحت اندثرت. مطارده الحيوانات ما شاء الله عندنا ربع يطيحون بالشوازن ماكو خلوه ولا شيء، اي طير بس بالنبي يطقه او يذبحه، وراح يمكن قاعد تسمعون انتم قاعد يسدونهم من غير رخص، قصدي اسلحه غير مرخصه، يتعدون على المحميات الموجوده ويصيدونهم، فهذه كلها موجوده عندنا بسببنا احنا طبعا في الكويت. هذه من الصور اللي الجماعه يقطونها في البر عندنا في المخلفات شامله كل شيء. هذه بعض المخلفات اللي متقواطي وكل شيء تقط، هذه السيارات اللي تمشي في البر طبعا ما لها شغل بالنباتات. هذه الحيوانات، هذا الطائر فلامينغو المهاجر عندنا بالكويت ترمي الجماعة، وهذا طبعا احد الثعالب اللي بالخط دايسينه. هذه طبعا اثر هذه الممارسات الخاطئة على الحياة الفطرية وبيئة الطبيعة، طبعا هي تدهور غطاء النباتي وفقدان التنوع بالعملية، هذه وايد من الكائنات الحية راح تنقرض من عندنا من الكويت. طبعا تغير خصائص الفيزيائيه والكيميائيه للتربه عندنا بالكويت، وهي تاثر على نمو النباتات. مثل ما تدرون احنا ما عندنا كلش، ارضنا جرده ما في، ليش؟ لان الرعي الجائر اللي قاعد يصير عندنا بالكويت الغنم وغيره هو اللي قاعد ياثر على البيئه عندنا تحت البريه. عندنا تشوه سطح تغير الملاحه الارضيه، يعني تغير السطح بعمليه الحفر والكسارات، هذه كلها قاعد تغير عندنا البيئه تركيبه السطح عندنا. طبعا اللي هو تدهور البيئات الطبيعيه الحديد الحيوان، يعني احنا تعدينا على الاماكن اللي فيها الحيوانات تعيش، المحميات هذه وغيرها كنا تعدي عليهم ان ننصب اقيامنا في اماكن مثلا تكون الجحور لهم او اعشاش لهم، ما خلينا مكان، حتى البحر رحنا لهم بالجزر وخيمنا عندهم وما خليناهم ما ياخذون، يعني خلينا نقول بيئتهم الطبيعيه اللي يعيشون فيها. طبعا عندنا احنا التشريعات البيئيه تبع دوله الكويت للمحافظه على التنوع الحيائي، طبعا عدت اللجنه الوطنيه الدائمه لحمايه التنوع الحيائي عدد من التشريعات القوانين، قانون المحميات، قانون تنظيم الرعي، اشتراطات التخييم، قانون الاتجار، قانون الصيد، ولكن كل اللي شفتوه هذا حبر على ورق بالدرج. موجوده القوانين، احنا مشكلتنا عندنا قوانين ولكن من يفعل القانون هذا؟ صعبه. ليش؟ لان تدري احنا مجتمع صغير، فانا اعرف فلان واعرف فلان، لو صار اي شيء راح اقول له خليه بخلوه سامحوه، او مع ان في عندنا قوانين وقوانين صارمه جدا، ولكن مع الاسف هذه قوانين كلها محطوطه بالادراج وما حد راح يطبقها نهائيا مهما يقولون. طبعا عندنا مناطق طبيعيه تعتبر محميه عندنا في دوله الكويت، الجزر والمناطق البحريه المحيطه بها، مثل عندنا جزيره كب من المرادم وقارو كبر، لا لان كبر مثل تدرون يعني صارت عباره عن مرتع للسياحه والاخوان الحداقه والمرتكبه، كبر ياخذ الحريه هناك.
الشعاب المرجانية عندنا بالكويت في جزيرة كبر وقارو، هي الحين إن شاء الله قاعد نحاول نحافظ عليها، لأن هذه الحين الأهم عندنا تركيز كلي على المحافظة على البيئة البحرية. عندنا مسطحة الطمي اللي هي خلينا نقول الطين اللي لنا من خور الصبية مصوب العراق يدش علينا، هاي طبعا كلها عبارة عن سلسلة غذائية كاملة من خور الصبية إلى خليج صليبيخات الحد، يعني هذه كلها تعتبر غذاء الأسماك، يرقات الأسماك الزبيدي، خاصة الزبيدي عندنا بالكويت. يعني الزور، وادي الباطن، أم نقة، خيران، مقدير، يعني هالمناطق هذه كلها عبارة عن منطقة محمية. الحين لو تشوفون تروحون البر راح تلقون وايد أماكن محمية مسورة وردت فيها الحياة الطبيعية، يعني صراحة، لأن ليش بعد ما صار أماكن لو حددناه مكان التخييم، اللجنة الأمنية قامت في حماية هذه المناطق بالتسوير. فتشوفون الحين لو تروحون محمية صباح الأحمد راح تشوفونها، راح تشوفوا صوب الوضع العبدي اللي موجود، الوافرة راح تلقون محميات موجودة، يعني ردت فيها الروح، النباتات ردت فيها. ليش؟ لأن ما في رعي داخل، ولكن مع هذا يقصون الفنز أو السياج ويدشون داخل ويطقون الحرس وما مرادين على أحد. طبعا البيئة البرية تنحيا عندنا النباتات الفطرية، طبعا نباتات موجودة عندنا بالكويت، أشهر نباتات معمرة عندنا السائدة في دولة الكويت، يمكن الوطن اللي هو عندنا الرمس، عندنا العرفج، العرفج عندنا الرمس معمر قذاء، طبعا هذا قذاء رعوي وفوائد طبية له، كله عندنا الثندة، عندنا الهرم، عندنا الهالوك، عندنا الحنظل، طبعا الحنظل، الخبيس، القلمان. حياة البرية عندنا في الكويت طبعا مثل تعرفون نحن الكويت منطقة صحراوية، بيئة صحراوية قاحلة وجافة ما تستطيع أكثر حيوان تعيش فيها، ولكن مع هذا عاشت عندنا حيوانات بالسابق وليس الآن. طبعا عندنا التسجيلات الموجودة عندنا ريكوردد اللي هو 370 نوع من الطيور قيمة مهاجرة عندنا بالكويت، 40 نوع من الزواحف، 28 نوع من الثدييات، بالإضافة إلى الحشرات والفقاريات المختلفة اللي تكيف وتعيش مع البيئة هذه القاحلة. طبعا عندنا اللي هي سنسميها السلسلة الغذائية عندنا بالكويت اللي هي يمكن تكون واضحة المواضحة كنا ما أشوف أكلة اللحوم باللون يمكن مو واضح، ما أدري واضح، هي سلسلة غذائية طبعا متكملة لبعض النباتات، أكلة النباتات، الحيوانات، بعدين أكلة اللحوم، كلها سلسلة غذائية كاملة عندنا بالكويت. هذه من النظرة الماضي خلينا نقول الحيوانات اللي عندنا، كعندنا الريم، الضبع العربي، النمر العربي كعندنا بالكويت، عندنا الوشق، الغزال العربي، عندنا المها العربي بالكويت، الحبارة، ثعلب الأحمر، النعام، عندنا الذيب العربي. طبعا ليش راحت هذا؟ لأن نظرة توسع العمر صار عندنا بالكويت والنشاط وزيادة النشاطات البشرية في السنوات الأخيرة أدت إلى انقراض هذه السلسلة جميعها من الصحراء الكويتية. طبعا أسباب التدهور معروف، عندنا فقدان البيئة الطبيعية، بيئات طبيعية، تصحر، تناقص القطاع النباتي، الرعي الجائر، الصيد الجائر، ظروف التخييم الحالية، إلغاء المخلفات، التعدين، استخدام الأراضي الصحراوية لأغراض العسكرية. شلون نوقف طبعا هذه؟ طبعا مثل ما قلت عندنا شروط وعندنا قوانين، ولكن مع الأسف ما حد يطبق هذه القوانين، هذه موجودة عندنا وقانون موجود، ولكن مع الأسف ما حد يطبق القانون هذا كله. لي حق البيئة البحرية والتنوع الأحياء عندنا بالكويت، هذه أهم نقطة عندي أنا أحب أركز عليها. طبعاً مثل ما تعرفون هذه طبيعة الكويت، هذه الصورة اللي هي تعطينا الحدود البحرية لنا بالكويت، اللي لنا المياه اللي نقدر نشتغل، بعدين تطلع مياه دولية وبعدين تي خلاص طبعا الدول الثانية. هذا حد نحن بالكويت، المياه هذه حد المياه الكويتية للصيد فيها داخل الكويت بس، هذا اللي عندنا.
طبعا مثل ما تعرفون السمك عندنا بالكويت قيمة غذائية ماكو مائدة كويتية ما تخلى من الأسماك، طبعا مفضلة عندنا بالكويت، دائما موقع استراتيجي عندنا بالكويت، ما عندنا اكتفاء. ليش اللي صار؟ اللي صار عندنا صار استنزاف سمكي وايد. يعني قبل الغزو خلينا نقول كان عندنا كنا نستورد 15% من الأسماك اللي من برا الكويت، من باكستان والهند وإيران السعودية. الحين لا، الحين صار العكس، الحين صار عندنا 90% أو 95% نستورد من برا و 5% عندنا صيد بالكويت. يعني ليش؟ لأن صار عندنا صيد جائر، عندنا بقعة صغيرة، الجهد اللي بذلوا السفن مفروض يكون عندنا 50 سفينة، صار عندنا 800 سفينة تشتغل الصيد، بدل يكون عندنا 800 طراد عندنا 6000 طراد يصيد، الشباك المستخدمة، كل هذه أثرت على البيئة البحرية، بالإضافة إلى شغلة مهمة اللي هي التعديات غير قانونية، ولكن مع الأسف ما حيرجع. الردام اللي قاعد يصير عندنا بالكويت، جون صليبيخات اللي يروح يشوف مناطق ثانية، ردام عشوائي غير مدروس، ولا يردون لأي جهة ثانية إنهم إيش ليش قاعد يردون. مثل جون صليبيخات يعتبر أغنى منطقة لحضانة الأسماك والربيان، قاعد يدمرونه بالدفان. اللي يروح يشوف ورا نادي صليبيخات راح يشوف إنسان داش داخل البحر ترابي دفان متعدين على التر، بالإضافة طبعا إلى رمي المخلفات اللي يقطونها داخل اليال من النسافات اللي يقطونها من غير أحد ما يدري عنهم. طبعا بعد تدري قبل يعني تعدادنا ارتفع الحين، فزار الطلب أكثر على الأسماك بالكويت. طبعا المواصلات الخاطئة، الصيد الجائر، رمي المخلفات الغذائية اللي هي تشمل كل شيء، بلاستيك ما بلاستيك، الجزر ما خلينا مكان، حتى الجزر رحنا لها دمرنا حتى الجزر، راح اوريكم بعض الصور راح تشوفونها شنو احنا نسوي بالجزر الكويتيه عندنا بالكويت. طبعا هذه اخطر شغله عندنا بالكويت اللي هي المناهيل الصحيه، الصرف الصحي اللي تصب بالكويت. عندنا تقريبا المناهيل موجوده عندنا في جون صليبيخات، في صليبيخات عندنا، وعندنا في الاستاذ السلام، وعندنا الجزيره الخضراء، وعندنا من الراس سالميه الى تقريبا الفنطاس، هم بعد للحميدي، خلينا نقول من الحميدي الشمالي، في هذه كلها مناهيل خضره جدا تصب بعضها مخلفات المصانع في البحر عندنا بالكويت. هذه من المناهيل الموجوده، هذا منهول حاطين على يافطه، اللي راح يشوفه موجود في صليبيخات ورا خلف المستشفيات، هذا مخلفات المصانع والمستشفيات يصب في جون صليبيخات. تشوف مثل لسان خارور داش داخل البحر، هذا كله مواد سمية قاعد تروح البحر وتعتقد عليها الأسماك، وإحنا بعد دورنا هني ناكل، مع أن حاطين يافطة ممنوع هذا، ولكن مع الأسف ما حد موجود، هذا لحد الحين ما زال شغال موجود، يعني ما تغير شيء. هذه الخيمة يمكن تشوفونها تقول هذه خيمة بالبرطة قاعدين، لا، هذه في جزيرة كبر، الجماعة مكبر بايمين خيمة ناس بينهم كبر، وشوف الوصاخة دار ما دار في وقت اللي احنا عندنا طيور تكون في شهر 6 الحين 7 تعشش، عندنا طائر طيور تعشش هناك وقتها الموسم هذا، الحين موسمها تقط بيضها وعشاشة، واحنا ما خلينا رحنا حتى هناك خيمنا وقطينا لهم أدينا. تشوفون الصورة في جزيرة كبر، تشوفون الطيور لما الناس تيجي تبندر تشطن طراريدها على اليال، تقط الوصاخه، تسوي حفلات بالليل، والطيور تبي عشاشها وفروخ وكل شيء، مو رادين على احد، يكسرون البيض، يذبحون العشاش. فقام شوي شوي الطيور توخر عندنا من الكويت، ما قامت تجي عندنا، موجوده عندنا بالكويت. طبعا الجماعه هنا السن قاطينا، مع انه احنا مسوين، وفي مرابط دار مدار اللي يروح البحر يشوف، في مرابط حاطين بالدار مدار الجزر، انه بدل ما تقط انت سنك باورتك على الشعاب المرجانيه اربط مرابط قاعد نسويها لك، مرابط موجود، لا يبي البر فروح يقط السن. انا عشان يوصل عندي الشعاب المرجانيه هذا عشان يوصل عندي الى 10 سنتي يبي له 20 سنه عشان يوصل 10 سنتي هذا الشعاب المرجانيه. فتخيلوا اذا هذا كل واحد بيقط سنه ويكسروا له الشعاب المرجانيه ايش راح يضل؟ ما راح يضل عندنا شيء. طبعا هاي من الممارسات الخاطئه، ربعنا الحداقه اللي يروح حق الجهه. طبعا ملوثات النفطيه
البواخر القط بالليل لما يتنكر، طبعا التنكر مع الاويل في له خزانات تحتيه، الخزانات لازم عشان يصير عنده موازنه لازم يترسى ماي بحر، ويترسم البحر عشان يصير عنده موازنه. لا خلص بالليل بيطلع شو يسوي؟ يبطل يطلع هذا ما كتله قطه بالبحر ويمشي وين؟ هاي طبعا في الفنطاس لان المنطقه هناك، هذا تشوفونه من الباخره، شوفوا الفرق بين اليال شلون الارض صافيه، وبين اللسانين او ثلاثه الياي من النفط الباخر اللي قطع عندنا بالمنطقه الجنوبيه. طبعا هاي بعض الحيوانات الشريب شو شيء يأثر عليه النفط هناك عندنا بالمناطق الجنوبية. هذه في منطقة الدوحة، ميناء الدوحة، لأن جات الإخوان اليون من إيران، طبعا ميناء الدوحة يقطون كل شيء بالبحر، خشب ما حد يبهم فيقطون، فتحصها دار من الدارات اللي جات الخشب، تشوفون هذه كل الوصاخة كرمسامع اللي يقطونها الإخوان هناك موجودين، بلاستيك كل شيء، هذا كلها عبارة عن المواد كلها ويتقط في البحر، وإحنا كلنا بحرنا صغير. طبعا ها لما تجمع كلها مع الهواء وكلها تصير كذي، هذه من الدوحه، هذا موجود هاي الصوره في من الدوحه، مو مخلي ولا شيء مقطوط في البحر. طبعا تاثر على الاسماك، الاسماك اللي تاثر عندها الملوثات السميه. طبعا قوانين موجوده عندنا مثل ما قلت بالكويت موجوده، ولكن مع الاسف ما حيطبق هذا القانون. حيوانات البوريك من الصور من الحيوانات البحرية اللي صورها فريق الغوص في سنيار، صورها الأخ حسين القلاف. هذه بعض الحيوانات اللي يعني أقول لكم الصور نادرة بيني وبينكم أقول لكم إياها، تشوفون الحين لبعض الحيوانات. هذا طبعا البرد فيش، الخثاق، الشنينو، طبعا نظر الشنينو، هاي من أسماك الشعاب المرجانية، هذه كلها من الشعاب المرجانية، حيوانات شعاب المرجانية، هذه كلها يعني حيوانات تصوير مالها دقيق جدا وروعة التصوير، لنا مستحيل احد يشوف يقول الحيوانات وين عندنا بالكويت، اقول لك ايه موجودة عندنا بالكويت الحيوانات هذه. الحين بتحكي عن مركز العمل التطوعي اللي هو فريق سنيار. طبعا مثل تفضلت الاخت حنان عدل قالت شنو فريق سنيار؟ احنا طبعا سنيار، فريق سنيار هو الحملة الوطنية لحماية البيئة البحرية اللي تشرفنا في مقابلة سمو الأمير في 2/6 اللي اطلق عليها سنيار. طبعا هذه رابع سنة، السنة الأولى كانت حماية اطلاق السلاحف بالكويت في جزيرة قارو، السنة الثانية كانت حماية جزيرة قارو من التآكل، السنة الثالثة كانت محمية مبارك في الصبية، السنة الرابعة اللي هي تشرفنا فيها قبل كم يوم هي مدينة الكويت البحرية. بتقولون شلون بحرية؟ أنا بعطيكم مختصر بسيط جدا، راح يصير إلى عبارة عن مدينة الكويت اللي شفتوا الخريطة من الساعة بس في البحر. هذه راح اللي يشوف الطياره راح يشوفها، شنو الخضر شنو الطياره بدبي، تشوفون النخله هاي راح تشوفون مدينه الكويت تحت الماي. طبعا العمق 10 امتار 15 متر، ارتفاع الاسوار الموجوده بالدار الجزيره قصدي في المدينه هذه مترين، فعندي قاطس بحدود يعني اقول 8 امتار او 10 امتار محميه ما حد يحوشه، فهذه راح تعتبر عباره عن مجسم بسيط لمدينه الكويت للحيوانات والاسماك، ومستقبلا ان شاء الله طبعا راح تسوي فيها شركات كذا راح تدش فيها، راح تصير عباره عن سياحه، ممكن احنا ان شاء الله مستقبلا راح تكون لها اليه محدده في الناس تي وتشوف وتنزلهم في بعض نسميها قواصات صغار يدورون دار مدار مدينة الكويت بسكيكها بسكيك مدينة الكويت. هذه إن شاء الله راح تكون هذه الحملة إن شاء الله الرابعة اللي أطلقها سمو الأمير مدينة الكويت البحرية إن شاء الله مستقبلا. طبعا سنيار أطلق سمو الأمير، طبعا إحنا فريق سنيار أو فريق نحن الفريق الغوص سنيار، الهدفنا طبعا كله شباب متطوع كويتي من غير مقابل من غير أي شيء،
نقوم بعملية تنظيف الشواطئ، تنظيف المخلفات، انقاذ السفن الغرقانة، انتشال عفواً انتشال الشباك الغرقانة، بالإضافة طبعاً شغلنا مو بس بالبحر لا بالبر. يمكن أنا تشوفنا في سيديات أنا حاطها لكم اللي هي سميناها بصمة كويتي عن عملية مشرف، واضحة بشنو قصة مشرف ومنو اللي سواها. يعني مثل ما تعرفون بلشت مشرف في 15 رمضان، شباب الكويتي متطوع أنجز هذه العملية وأعطينا هدية حق الشعب الكويتي في 27 رمضان اللي عجزوا عنه، خبراء اللي جابوهم من خارج الكويت، شباب بسيط، عمل تكنيك بسيط بحري استخدمناه في عملية إنقاذ عملية مشرف، والحمد لله أن الله وفقنا وسوينا المطلوب من عندنا، وقفناهم عملية التسرب هذا. ولكن ظلت الحين احنا مشكلتنا الأدراج، ولحد الحين مشكلة قائمة، هذا شيء بعد السياسة الثانية احنا ما نتدخل فيها، احنا اللي علينا سويناه، طلب عندنا آلية وسويناها والحمد لله أنجزناها بالوفاء والتمام، وأعطينا هدية حق الشعب الكويتي. ولكن بعد ظلت الأمور هذه. طبعا احنا في سنيار الشواطئ عشيرج، المخلفات السفن هناك طبعا بالطين، وهذا قاعد نطلعها وننظفها عشان شنو ننظف البيئة البحرية من المخلفات الموجودة عندنا. طبعا الجماعة هنا بالطين يقصون سحب من المخلفات، المخلفات مال العشيرج. مشرف طبعا في عندكم سيديات موجودة، هاي شغل فريق ليل نهار لثاني يوم 25 يوم، احنا قضينا تقريبا او 15 يوم في مشرف لما ما انتهينا من عملية مشرف. هذا اللي احنا نسميه منقذ عملية مشرف، البراشوت اللي تشوفونه ورا هذا هو اللي انقذ مشرف، اللي عجزوا عنه الخبراء اللي جابوا من خارج الكويت. طبعا عمليات فريق سنيار اللي هي اثناء الانجازات هذه كلها المناهل، كنا معرضين طبعا للغازات السامة، ولكن فضل الله الحمد لله أن ما أحد من عندنا أصيب، لأن كان هدفنا الأساسي هو حماية الفريق، أعضاء الفريق من أي طارئ صحي. فكان عندنا أجهزة خاصة لقياس نسبة التلوث، فأي مؤشر خطر كان نوخر عن المنهول هذا تشوفونه، نوخر عنه بحدود 15 متر لما تطلع الغازات، نرجع مرة ثانية عشان نحل المشكلة. طبعا الشباك اللي يقطون الاخوان الحد الصيادين شو تسوي البحر، حيوانات طبعا تحتفرش على المرجان كلتي الحي اسماك وتعلق فيها وتحوشها، هذه الاسماك اللي يسميها عماده، هذا البرد فيش اللي بس شفت صورته، هذه السلحفات طبعا صار لها دهر حايش الشبك. الاخوان هم نروح ونقعد لنا يومين ثلاث بس نقعد نشيل شوي شوي، كنا قاعد نلقط احنا نسميها عيش على الراحة عشان لا نكسر اي مرجان، فنحاول شوي شوي نقعد يومين ثلاثة اربعة بس شقوتنا ان نحاول نشيل شبك، ممكن الشبك ممكن بخمسين بخمسين، فنقعد ايام على سنة ننظف المنطقة هذه، بحاول ان ما نحاول نكسر اي شيء بالشعب المرجان الموجود بالكويت. طبعا نشيلهم بالإضافة طبعا مو نقطهم، لا في حيوانات مثل القبقب هذا نطلع الحيوانات الموجودة ننظفها ونتوعها وهي حية طبعا، ونشيل عندها الشبك وننظف ونقدر نرجع نقطها في البحر مرة ثانية. طبعا نركب لهم لوحات إرشادية، هذه في جزيرة أم المرادم، على أساس الجماعة المرتادين الجزيرة يا جماعة في عندك إرشادات طبقوها في لهم. طبعا مرابط هذا اللي قاعد نطلع يومين ثلاثة نحط مرابط تحت الماي، نشتغل همر تحت الماي غوص، ندق تمر تشوفون انت بالشارع اللي يكسر الرصيف، فاحنا نسوي همر هذا على اساس نحط كفاش والبويات فوق على اساس اللنجات واليخوت يتوقف ولا تروح تقط في الشعاب المرجانيه الموجوده عندهم في الكويت. هاي مثل تشوف الغواصين يقعدون يتعبون تعب، يعني جهد مو سهل انك تحط لك مربط وبالاخير ما يستفيدون عندهم. هذه بالاخير نعطيهم بويه جاهزه بس تعال اربط طرادك او يختك ولا تروح تقط في الشعاب المرجانيه. هذه البوية من صور البوية نسويها لهم في جزيرة كبر. الغوارب غرقانة طبعا يتصلون فينا، والله في عندنا قارب غرقان، نروح نشوف الجسم هذا، يقوصون الجماعة يعطون له آلية ونطلع بباراشوتات حسب حجم ما لا 27 قدم رنر طراد هذا غرقان في الكوت.
طبعا بالاخير لما نطلع فوق نفضيه من الماي ونقول حق الطراد تفضل هاي طرادك موجود مع السلامه. طبعا هاي الطراد الحين اللي كان غرقان تشوفون الحين فوق على العربانه ما في شيء، طبعا الوكيل راح يصلحها بعدين هو. طبعا بالاضافه هاي طبعا عندنا بعض المؤسسات والجهات الحكوميه اللي تساهم في عمليه خدمه البيئه الكويتيه عندنا. طبعا هذه بعض المدارس الكويت يقومون معنا في حمايه في تنظيف الشواطئ، مدارس مختلف الاعمار السنيه لمدارس الكويت يطلعون على الشواطئ تنظيف حمله الشواطئ، مساهمات بعض الشيء بعض المؤسسات الحكوميه عندنا، بناتنا ينظفون الشاطئ طبعا هناك وهم مستانسين يحبون يقعدون شيء حق الديره هذه كلها. طبعا بالاضافه الى بعض المبرات الخيريه، مبره الوزان في بعض تنظيف حمله الشواطئ عندنا بالكويت، هذه اللي تشوفونها كلها. هذه طبعا بالاخير هذه مجموعه حصيله المكرم السامع الزباله في يوم واحد، هذا شغل كله يوم واحد طبعا. واتمنى اني اكون انا يعني اقديت لو جزء بسيط عن البيئه البحريه والبحريه، واشكركم شكرا جزيلا. نشكر سيد جمال، طبعا اعطانا فكره عامه عن الحياه البريه والبحريه في الكويت، البيئه بشكل عام، والممارسات الخاطئه مع الاسف من البعض في التسبب في التلوث هذا البيئي واستنزاف الموارد. إن شاء الله نكون ساهمنا في تطوير الفكر البيئي عند يعني عند المواطنين، وهم نكون يعني ناخذ هذا كنتيجة، يعني ناخذ هذا كسبب يخلينا نتطور بيئيا ونظهر الجانب الجمالي حق البيئة. الحين راح تكلمنا الأخت سيدة فاطمة البصيري عن دور الديوان بشكل خاص في الرقابة على البيئة. أوكي. تعطيني. سوري. حفاظ على البيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكر الأستاذ جمال في اللي عرضه على موضوع البيئة، ويمكن عرفنا على أشياء إحنا كنا نجهلها إنه موجودة بهذه الكمية. يمكن إحنا عارفين إن في إحنا بنف أنفسنا، يمكن نقط كلينكس مني، نقط جيس نايلون مني، لكن يعني أنا اللي فاجأني الكم الكبير من التلوث اللي قاعد يصير في البيئة، يعني وما في عملية حتى يعني أحد مهتم، يعني وعي داخلي في في في, في الناس إن هي حتى تحافظ لو تشيل، يعني مثل ما تفضل إن في إذا قعدت حديقة، قعدت بحر، قعدت بر، شال اليونسة وخلى المخلفات ومشى عنها. وهذا يمكن يجرنا على أهمية إن إحنا يكون عندنا دور سواء من الأجهزة الرقابية أو حتى الأجهزة الحكومية في إن إحنا نهتم على في أهمية الرقابة على البيئة، لأنه واضح يمكن يعني في الكويت وفي بعض الدول أن موضوع الرقابة على البيئة ما أخذ الاهتمام الكبير، بالرغم من أن الأجهزة سواء كانت الرقابة مثلا ديوان المحاسبة في الكويت أو على مستوى الوطن العربي أو على حتى مستوى الدولي أن في قوانين، في لوائح، في إجراءات، لكن التطبيقات للحين ما زالت ضعيفة، ما هي قوية في عملية المحافظة على البيئة. في بعض القوانين ممكن تكون مو مكتملة، فبالتالي حتى عملية الرقابة ما تكون فعالة. يعني أنا حتى أسوي رقابة وعندي القانون ضعيف أو القانون يعني مغطي لي جزء في الرقابة ومغطي لي الأجزاء القانونية اللي هي مثل موضوع الضبطية القضائية على سبيل المثال، أو حتى عملية شلون أنا أقدر حتى العقوبات، يمكن حتى قانون البيئة ما زال قانون البيئة اللي موجود داخل الكويت ما زال يمكن يتكلم على إجراءات المفروض أن تأخذها المؤسسات في مثلا في موضوع المعايير، في موضوع الدراسات المردود البيئي، لكن في قصور في جانب اللي هو طيب إذا ما نفذ شو راح يصير؟ فأنا ودي أشرح اليوم، يعني ممكن هذا مو موضوع إن إحنا نشرح شلون عملية القوانين وآخره، لكن ودي أتكلم على دور ديوان المحاسبة
أو أجهزة الرقابة سواء كانت محلية أو عالمية أو دولية في عملية المحافظة على البيئة. في طبعا الأجهزة الرقابة الدولية في الأنتوساي طبعا لاحظت الاهتمام في موضوع البيئة، ويمكن ظهر صدروا قرار في سنة 92 أن لابد أن يكون في مجموعة، لابد أن يكون في مجموعة عمل تهتم في موضوع الرقابة على البيئة، وطبعا تم الموافقة عليها. وهذه المجموعة وضعت آليات وقواعد لعملية المراجعة البيئية. يمكن هي إذا رجعنا حق الموقع الأنتوساي راح تشوفونه موقع جدا غني في هذا العمليات، يعرفنا على مجموعة العمل البيئية الخاصة بالأنتوساي، ويعرفنا طبعا من بداية إنشائه. وأنا يعني وايد أحب أرجع حق هذا الموقع، لأنه مو بس هو موقع تعريفي، لكن هو أيضا موقع إرشادي، يعني يعطينا في كثير من الأدلة في عملية كيفية التدقيق على كثير من المواضيع، سواء متعلقة في البيئة البحرية أو البيئة البرية أو حتى المعالجات. يعني الموقع جدا غني بالإنجليزي، لكن إنجليزيته جدا سهلة وبسيطة. والمجموعة العمل هذه الموجودة في الأنتوساي حطت بعض المبادئ والأساسيات اللي يجب أن يعمل فيها فريق العمل أو المنتسبين حق هذه المجموعة. مجموعة العمل البيئي طبعا هدفها أنها تساعد الدول الأعضاء وغير الأعضاء، طبعا إحنا تكلمنا على موضوع الأنتوساي، على أن هي تحسن وتمارس السلطات في عملية الرقابة على البيئة، وأنها تضع سياسات وتضع أدلة وإرشادات حق الأجهزة الأخرى في أن هي شلون تعمل رقابة على البيئة وشلون تنفذها وشلون تتابعها. طبعا كلها في هدف عملية الرقابة على البيئة. بالنسبة طبعا المجموعة الأنتوساي هذه طلع منها مجموعة أخرى تابعة حق الأسوساي، ومجموعة اللي هو الدول الآسيوية، وعندنا مجموعة وفريق عمل موجود اللي هو موجود الحين فعال، يمكن الاجتماع الثاني كان توا في شهر 5 اللي هو خاص في الوطن العربي أو في المجموعة العربية. طبعا الكويت في كل هالمجاميع، يعني الكويت ديوان المحاسبة الكويتي من الدول السباقة في الانتماء حق هذه المجاميع، سواء كان في الأنتوساي أو الأسوساي والأرابوساي. طبعا الفرق، يمكن هذه أنا حطيت بس المواقع اللجان البيئية في الإنترنت اللي هو سواء كانت الأنتوساي أو الأسوساي. العربوساي راح تلقونها من ضمن الموقع داخل الموقع، يعني إذا دخلتوا على العربوساي نفسه كموقع اللي هو الخاص في المجموعة العربية راح تلقون أنه هو فريق عمل. طبعا في بدايته لحين هذا الاجتماع الثاني هو كان في فريق أو مجموعة كانت سابقة وتوقفت، الحين تم تحديث هذا الفريق، والسنة كان الاجتماع الثاني حقه. والفريق هذا طبعا يهدف نفس الأهداف الخاصة في الأنتوساي، لكن يراعي وضع الدول العربية سواء كان في مثلا قوانين خاصة، إجراءات خاصة، والاجتماعات أعتقد حتى حاطين استراتيجية وموجودة حتى في الموقع، يعني حتى الواحد ممكن يطلع عليها ويشوف استراتيجية مجموعة مجموعة العرب الأربوساي. بالنسبة حق ديوان محاسبة، إحنا إذا تكلمنا على موضوع في الرقابة في البيئة بالذات، ديوان محاسبة في الكويت هني في طبعا عندنا إحنا كرقابة مسبقة ولاحقة ورقابة أداء. الرقابة المسبقة طبعا إحنا عندنا لما يعني كقانون الهيئة العامة للبيئة يفرض دراسات المردود البيئي، فرقابة الأخوان في الرقابة المسبقة إذا كان في أحد من الرقابة المسبقة ممكن حتى يشرح لنا أكثر في هذا الموضوع. الرقابة المسبقة تحرص في عملية المشاريع أن تكون هناك دراسات المردود البيئي، وطبعا دراسات المردود البيئي لها اشتراطاتها من الهيئة العامة للبيئة، تشرط أن هذه الدراسات تكون عن طريق شركات متخصصة، هذه الشركات تكون مؤهلة من الهيئة العامة للبيئة،
يعني معهد الأبحاث أحد هذه المؤسسات يعني المعتمدة في دراسات المردود البيئي. بالنسبة حق موضوع الرقابة اللاحقة اللي هو بعد ما المشروع يكون شغال، طبعا في بعض البنود الموجودة في ميزانية الجهات يمكن لها تأثير بيئي، فالإخوان في الرقابة اللاحقة إذا كان في طبعا عمليات تدقيق ممكن تظهر عندنا بعض الملاحظات، ويمكن أكثر قطاع مبين فيه هذا الموضوع اللي هو القطاع النفطي. يعني إذا قرأتوا تقرير الديوان يمكن راح تلقون أنه في بعض الملاحظات تتعلق في البيئة، وإن كان يمكن ما تكون بشكل مباشر لكن تلاقيها متعلقة في البيئة. يعني إذا قال في ملاحظة أن هذا مشروع مثلا خلينا نقول مثلا تحلية مياه أو كذا، فتلاقي في النهاية أن له أثر بيئي. طبعا تأخر المشروع، عدم تنفيذ المشروع، صار في خلل في المشروع، فمؤكد أن له أثر بيئي. وطبعا بما أن أثر بيئي معناه أن في تكلفة، تكلفة تتحملها الدولة سواء كان في الإصلاح أو حتى في عملية بناء لإصلاح أثر صار في سلبي في من البيئة. طبعا من الجهات اللي موجودة في ديوان المحاسبة ويمكن من الجهات الكبرى في عملية الرقابة على البيئة اللي هي وحدة الرقابة على الأداء. طبعا الوحدة فعالة بشكل كبير عندنا في الديوان، وعندها إصدارات كثيرة متعلقة في المخلفات السائلة والصلبة، وعندنا ردم النفايات، وعندنا في التنوع البيولوجي، وعندنا في الأحياء البحرية، وعندنا في البيئة البحرية. أنا آسفة بغانم أتعدى على وحدة الأداء، لكن حابة فعلا أني أنا أثير هذه النقطة، لأن حتى في موقع الإنترنت راح تلاقون فيه ملخصات كثيرة لهذه الدراسات، وأعتقد أنها هي مفيدة جدا إحنا نتعرف على موضوع الرقابة على البيئة داخل الديوان وش قاعد يصير داخل الديوان. عندنا كثير من الدراسات، وهو مو بس يسوون دراسات حتى يعملون متابعات. يعني سوى دراسة في 2001 تلاقي تابعها في 2004 كتوصيات حق الجهة المعنية، إذا قدم توصيات حق الجهة المعنية يراجع هذه التوصيات وكيف تنفيذها، نفذوها ما نفذوها، طبعا يرفع فيها تقارير الجهة المعنية في هذه. أنا حطيت بعض التقارير، يعني كذي تقرير عندنا في المياه العذبة، طبعا هو هما قبل 2001 لكن كانوا يشتغلون، لكن هذه الإصدارات اللي سووها وموجودة في الإنترنت عندنا، يعني اللي يدخل على وحدة رقابة الأداء راح يلاقي التقرير في بعضها ملخص، ويمكن يعطيك حتى التوصيات، وبعضها يركز على شلون تم هذا التدقيق، يعني أسلوب التدقيق. عندنا الرقابة على نفايات الصلبة والإسبست، وعندنا منطقة علي السالم، وعندنا شاطئ مياه العذبة، في كان السالمونيلا والمختبرات والنفايات الصلبة أيضا، وهذا كان متابعة، والمخلفات السائلة في مياه البحر. واليوم في خبر كان مكتوب على أن الدكتور محمد صرعاوي قاعدين يسوون مشروع، والأخ جمال يقول لي كان أمس موجود معهم في أنه راح ينشأ أو أنشئ اللي هو معالجة المخلفات. موجود هذا الحين، موجود شغال داخل المعسكر، موجود هذا البحث، المشروع موجود جاهز بس على مصغر يعني مش كبير، فإن شاء الله راح مستقبلي إذا نتائجه كان جيدة. يعني هو طبعا المشروع اللي هو راح يأخذ المخلفات السائلة بكافة أنواعها ويعمل لها معالجة عشان يصير مياه صالحة للاستخدام. يعني اليوم موجود الخبر في الجرائد، وطبعا في كان تقييم لكفاءة الهيئة. يعني طبعا كديوان محاسبة عشان يصير عندي أنا تأكيد لعملية التدقيق البيئي لابد أن يكون في تدريب وتطوير وتأهيل حق الموظفين. طبعا المشاركات اللي قاعد تصير في الديوان، أن أنا ممكن يكون عندي مشاركات في البرامج التدريبية، سواء يعني الدورية اللي ممكن يعني في بعض البرامج تكون داخل الكويت، ويمكن أنا حضرت برنامج عن المراجعة البيئية في ظل معايير الأنتوساي، كان تقريبا في شهر 3 توا محاضرة، كانت محاضرة
برنامج متكامل من 5 أيام أعطانا من A to Z اللي هو شلون أعمل عملية تدقيق بيئي واهتمامي في مثلاً معايير الآيزو 14001. طبعاً هذه البرامج أحياناً تكون إعداد داخلي وأحياناً تكون مشاركات وبعضها يكون مع المنظمات الدولية اللي هو الأنتوساي والأربوساي والأسوساي. في بعض البرامج تكون مشاركات وبعضها أحياناً حتى مشاركات كتجارب. يعني إحنا لما نحضر اجتماعات مع المجاميع العمل البيئية عادة يكون قبلها في تحضير لأن إحنا مثلاً موضوع في الرقابة على البيئة كان مثلاً نفايات أو بيئة بحرية، فهو يحدد لي قبلها المواضيع راح تطرح الفرق اللي تروح من ديوان المحاسبة طبعا تجيب معاها تحضر هذه المشاركات نسميها هي اجتماعات عادة وتكون في شكل ندوات وحضور بسيط تشرح كل دولة تجربتها في الموضوع اللي تم اختياره. وهذه فعلا كانت لها يعني يمكن أثر كبير في أن احنا ناخذ تجارب الآخرين شلون سوى تدقيق بيئي في أي موضوع وشنو النتائج وشنو المعايير اللي استخدمها في عملية هذا التدقيق. طبعا في يعني مؤكد أن موضوع البيئة موضوع متجدد فلا بد أن يكون في داخل الديوان دائما حق المدققين اللي هم يهتمين في عملية البيئة أو حتى اللي يقوم بأعمال البيئة أن هم يصير في تجديد. يعني يمكن حتى الدورات التدريبية اللي يسوونها دائما يظهر فيها شيء أي معيار أو أسلوب جديد في عملية التدقيق. هذا طبعا باختصار عملية ديوان المحاسبة شو يسوي أو شنو كان له دور في عملية التدقيق على البيئة. أنا يمكن حاولت هذا لأن أنا ما أبي أثقل عليكم في الشرح الطويل. هذا مختصر بالنسبة لدور ديوان المحاسبة وهو دور فعال جدا ومشاركاته فعلا قوية في المجاميع العمل البيئية على مستوى الثلاث منظمات الموجودة في الأجهزة العليا للتدقيق. ويمكن يمكن في إخوان حضروا اجتماعات وشافوا شلون ديوان المحاسبة الكويتي له تأثير حتى في الآراء. يعني هم يهتمون بآراء الكويت لأن ما يقدم من ديوان المحاسبة الكويتي وايد يعني التدقيق فيه خلينا نقول متطور ويعني خلينا نقول بعد شنو مهني. فحتى مشاركات يعني أنا أشوف إن المشاركات وفي الحين بعد حاليا قاعد يصير في اجتماع في الأسوساي في الصين فرايحين بعد 2 من أعضاء الديوان في مجال البيئة يقدمون برزنتيشن. طبعا هو مع تقديم البرزنتيشن هو يحضر اجتماعات لمواضيع أخرى. إن شاء الله نكون غطيت جزئية دور الديوان المحاسبة وعلاقته في المنظمات. مشكورين على حسن الاستماع. مشكورة أخت فاطمة. الحين ودي أفتح باب الأسئلة لكم سواء الأخ جمال أو الأخت فاطمة في أي المواضيع اللي تكلموا فيها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كبير مهندسين دار الدعم الفني أحمد لوان. أنا أبدأ بما انتهت به الأستاذة الكريمة فاطمة البصيري ونوه الحقيقة أقدم شكري الجزيل للمحاضرين الكرام. بس بوضح كوني يعني عضو في هذه المؤسسة الرقابية إلا أن أعتقد أن دور الديوان ما زال بالجانب البيئي غير فعال. في ظني يمكن في المعنيين في الأمر هناك عدة أسباب رئيسية. نقص في الجانب التشريعي اللي تفضلت فيه حضرتك، يعني على سبيل المثال أنت تكلمت عن 3 أنواع من الرقابة في الديوان: الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة والرقابة رقابة الأداء. وأنا بالمناسبة يعني مارست 3 أنواع من الرقابات وأنا راح أقول لك من جانب عملي. الملاحظة الأولى أن كونك خبير فني
عندنا مشكلتين اليوم في الكويت اليوم، مشاكل إعلامية أخذت حيز كبير في الجانب الإعلامي والسياسي، وهي محطة مشرف وأم الهيمان. والأخ الكريم تكلم عن قضية محطة مشرف. في تقديري لو كان ديوان المحاسبة، راح أبين لك الرقابة اللاحقة، المدقق على درجة عالية من المهنية لاستعانة بالخبرة الفنية قبل وقوع الكارثة. وأعطيك على سبيل المثال الإشكالية في، على حسب اطلاعي على تقرير مشرف، أن كان مشكلة في آلية الاستلام، وآلية الاستلام شهادة الاستلام مؤقتة والابتدائية. لو كان مدقق الديوان معتمد بخبرة فنية من الديوان، وأنا أؤكد على هذا المجال، وهي عبارة عن كانت مشكلة تقنية أن المقاول لم يحقق المواصفات المطلوبة على ما حيثيات التقرير، كان أسعف الديوان بتوجيه ملاحظة في الحساب الختامي للوزارة الخاضعة من وزارة الأشغال وغيرها، واستدركت الوزارة أن هناك إشكالية، إلا أن الديوان مدقق الديوان الحقيقة كان هناك ثغرة كبيرة. اثنين، موضوع أم الهيمان. أم الهيمان تلوث غازي لمجموعة من عزيزة علينا من سكان الكويت، وسبق الديوان القطاع النفطي كتب في عن موضوع الغاز، حرق الغازات والملوثات الغازية، يمكن أنتم ما أشرت لها حضرتكم، والملوثات الغازية منشأها هناك خلل في معايير السلامة لم تلتزم بها شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية على استراتيجية المؤسسة التي لها متطلبات يسمونها الـ HSE، نظام الـ HSE. وكنت أنا كذلك عضو، كنت في القطاع النفطي، وكان تلوث كذلك نفطي في مصفات ميناء عبد الله، وكتبت يوم حيثيات تقرير فني دقيق يرتقي إلى المساءلة السياسية، إلا أن الديوان بعد ذلك لم يعر اهتماما، خلينا نكون يعني نقد بناء، لم يعر اهتماما لذلك. إذا عندنا مشكلة أم الهيمان، مشكلة مشرف، نأتي على رقابة الأداء. رقابة الأداء هناك دراسات رائعة الحقيقة، لكن المشكلة الحقيقة في ظني أن لا يوجد سند قانوني لحد الآن الديوان، وأنا أتمنى يكون هناك تعديل قانون لها، مثل ما قال الدكتور أيمن الغباري، أن لو كان هناك تغطية تشريعية في خلاف، حتى أن بعض الجهات ترى أن هذه رقابة الأداء، وإن كانت يعني كثير من على حسب ظني من أجهزة الرقابة الدولية أخذت منحة رقابة الأداء، يعني ففلسفة هذه، إلا أنها رقابة الأداء المادة ظن 183 ما زالت لم تعنى بكثير، ما لها سند قانوني أو تشريعي قوي يعني يكون للمدقق الديوان يعني إلزام. الجهة الوحيدة اللي أنا الحقيقة يعني أعتقد لنا رقابة فعالة هي الرقابة المسبقة، وأنا عضو في الدعم الفني. الرقابة المسبقة هو مشروع النفايات، تدوير النفايات طريق وزارة الصحة، والحسن الحظ أن المناقصة تم العرض علي، يعني درست المناقصة، والحقيقة وضع ديوان محاسبة لمسات فنية وإجرائية على الموضوع، والحمد لله تم الأخذ في ملاحظات ديوان المحاسبة. هذا إذا بنطلع بفائدة، يمكن أستاذ جمال يعني شيء يرفع الرأس، وأنا حقيقة أشكره على هذا العمل التطوعي، وإحنا دولة الكويت محتاجة لعمل تطوعي. فإلى أستاذ جمال، أنا أتمنى في العطلة الصيفية لعيالنا أن هذه المشاريع عفوا أنا طلت بس حبيت اقتراح، بس عشان نعطي مجال أقف عند هذا الحد، بس حبيت يعني أوضح هذه الملاحظات. جزاك الله خير، شكرا. ما قصر في أي تعقيب أخت فاطمة؟ يمكن كونك يمكن أضف الديوان، بالنسبة طبعا أنا يمكن ما عندي الخلفيات الخاصة في الموضوع مشرف، وإذا كان في ملاحظات سجلت أو لم تسجل، فأسمح لي يمكن أنا ما أقدر أجاوبك على هذا السؤال، لأني لاني متخصصة ولا أدري شنو صار بالضبط، وشنو كان، هل كان دور من ديوان محاسبة كان له دور ولا ماذا دور.
وهذا طبعا ينعكس بعد ما وقعت الكارثه كالدور. انا ما قريته يعني انا ما اقدر اجاوب. انا قبل ما وقعت الكارثه ما لدور واحنا من سكان مشرف وقال لنا رايي في الموضوع. يعني انا عشان انا ما اتعدى على الاخرين يمكن انا ما عندي هذا الجواب. انا اسف اني ما عندي هذا الجواب لكن انا اقول لك رقابه فعاله بيئيه. انا اعتقد ليش هناك رقابه فعاله. انا قريت تقرير يمكن القطاع النفطي اللي هو 2008-2009 كان في ملاحظات متعلقة في يعني هي طبعا متعلقة بمشاريع لكن أنا أتوقع أن لولا هذه الملاحظات يمكن كان ممكن تصير مشاكل أو حتى يمكن ويمكن حتى موضوع اللجنة اللي موجودة في KMBC توها منشأة هي متعلقة في موضوع البيئة 2008 يعني أنشئت اللجنة العليا للمحافظة على البيئة نسيت أنا اسمها آسفة بس أنا أتوقع يمكن لو أنا يعني توني قريت التقرير في بعض الملاحظات أتوقع أن يمكن إذا التزمت فيها المؤسسات النفطية مؤسسة البترول وشركات التابعة أعتقد أنه ممكن حتى إحنا نتجنب كوارث يعني في بعضها على موضوع المشاريع يعني هي رقابة لاحقة 100% ما هي رقابة أداء ولا رقابة بيئة لكن هذه الملاحظات إذا أخذت بالاعتبار ونفذت سواء كان في أن لازم المشروع كان لازم ينفذ وأن المشروع كان في خلل في عملية لأن كلها طبعا مشاريع القطاع النفطي إذا ما كان حفر تنقيب ومصافي ففي بعض المشاريع الأخرى لها علاقة في البيئة بشكل غير مباشر. عفوا بس طبعا موضوع البحيرات النفطيه عندك فكره عنها؟ انا ما انا قلت لك ما اقدر اتعدى على اختصاص غير اختصاصي، انا قاعد اتكلم على موضوع دور ديوان المحاسبه في الرقابه. لا بس لو تقرين التقرير مال البحيرات النفطيه ان شاء الله يصير بيني وبينك ان شاء الله في تداول في هذا الموضوع. موضوع رقابه الاداء يمكن مثل ما تفضلت ان رقابه الاداء فعلا يعني تقاريرهم وايد زينه. وحتى في يعني هي قاعد تقدم حق الجهات ما اقول لك ما قاعد تقدم حق الجهات. موضوع الجدل القانوني احنا لنا دور او ما لنا دور هذا صار في وايد حوار. وموضوع الرقابه على البيئه هي مو بس رقابه اداء يعني هي رقابه على البيئه المعايير اللي وضعتها الانتوساي او الاجراءات التدقيق على البيئي فيها جزء كبير في الرقابة المالية. يعني أنا مثل ما قلت لك أن الموضوع إذا كان مشروع ومثلا فلاتر ولا مشروع لا علاقة في البيئة ما هي رقابة موجود مشروع في الميزانية فأصبح دوري أنا كرقابة لاحقة ولا بد أن يدخل فيها موضوع الأداء لأن في بعض بعض المواضيع لا بد تتكلم عن إجراءات والأداء هي إجراءات. على رمي المخلفات السائلة والصلبة في مياه الكويت يعني نعرف إحنا أن هذه الشركات ما تتجرأ أعتقد ترمي أصغر قطعة من الملوثات في البحور أو في الأماكن المعروفة. فليش هني إحنا يعني بهالسهولة تخترق حدودنا ويعني قوانيننا وأنظمتنا وتتجرأ علينا مثل هالشركات واللي قد أيضا ما يكون لها ذاك البعد القوي يعني كلها شركات تجارية تتفاوت من الصغر إلى الكبر. لكن ودي أعرف يعني شنو ممكن نقدر نعمل لكبح جماح هذه. طبعا الملوثات احنا شفناها جانب يخص المواطنين او يخص يعني الناس اللي عايشين على هالبلد جانب يخص السفن والبواخر البحريه تحديدا. انا ودي اسال عن هالشركات هذه اللي تتجرع على بيئتنا البحريه فودي اعرف شنو ممكن نسوي. عندنا انظمه وعندنا قوانين ممكن تتحدث فيها الاخت فاطمه ايضا الاخ جمال ودي اعرف شنو تعليقه شنو ممكن نسوي حتى نحد من هذا. تفضل اخ جمال. شوف طال عمرك بالنسبه للبواخر اللي قاعد تشوفها هذه هذا متى يسويها الكابتن الباخره؟ طبعا ما يسويها بالنهار. هو شو يسوي؟ هو لما يطلع من الميناء يعبي خزان وهو واقف بالرصيف يعبي الخزانات التحتيه بالماء عشان يوازي بدن السفينه باثناء الخروج وهو ماشي بالليل ماكو حد ما في رقابه عليه
فيبطل البامبات وتصب البقايا الماء مع المخلوط بالنفط وين يصب بالبحر. ما في رقابة. أنا لحد الحين ما وصلنا للرقابة الكاملة. أنا قلت عندنا قوانين، قوانين صارمة جدا، ولكن مع الأسف ما تفعل. يعني مثل ما تفضلت بواخر تجارية تصب وتطلع عندنا، ولكن هل الباخرة هذه تراقب لما تطلع من الميناء؟ تراقب؟ لا، تنكر بيطلع، تنكر فاضي بيطلع، صب نزل حمولته بيطلع، بيطلع بعدين. ما حد هل نزل قصدي نظف بدل السفينة من اللي عنده، نظف الخزانات مالته، من رقابة؟ ما في رقابة. فالمشكلة عندنا احنا بالرقابة، لازم يكون عندنا رقابة صارمة جدا. يعني في دول برا يكون عندهم نوع من الستلايت، عندنا شغال على الباخرة، تدش الكويت، تدش اي منطقة مراقبة الباخرة هذه. لما تطلع من المياه الدولية، طلعت من المياه انت، راح تقصدي من المياه الاقليمية، دخلت الدولية خلاص انتهت. ولكن احنا مع الاسف ما عندي غير رادارات شغالة انه والله جسم داش عندك، ويتابع انه باخرة داشة في كوميونيكيشنز باتصالات الباخرة فلانية انا داش. فمع الاسف عندنا سوء تطبيق قانون او رقابة بالذات ذاتية على البواخر هذه كلها. بالإضافة طبعا احنا البواخر هذه ما تأثر وايد، يعني انت تشوف حادثة يمكن بالسنة تشوفها او ما تشوف، ولكن المشكلة عندنا احنا اللي قاعد ندمر الباخرة. يمكن قلت لك انا حادث اسمع، ولكن احنا قاعد يوميا قاعد ندمر اللي يدمر البيئة. احنا قلت لك اخوي احنا بيئة الكويتية بيئة صغيرة، بحرنا صغير، ما حين تشوف منفذ لك تتسبح ماكو. انت الحين مع الاسف انا قاعد اشوف ناس تتسبح تصب الجزيرة الخضراء، معنى لو يشوفون الجزيرة الخضراء بالذات من الجهة الجنوبية، نقول الجزيرة هني في منهور رئيسي والناس تسبح. انا عندي صلة ماي في ناس تسبح وصيت سمك وتقط سالية وتحدق على المنهول، سهل شنو؟ وعوائل تتسبح اليمهم على لما تقصر بالصيف راح تشوفهم. يعني لما يصير بالهاي تايد بماي حتى تصعد ماي حمل تشوف فلوتينج سلج كله فلوتينج وصاهم كرم طافحة، واليهال قاعد يتسبحون. منو قال لهم ترى هذا من هو صرف صحي سيء أو محت؟ فعندنا مع الأسف عندنا إحنا بالكويت قوانينها لو القوانينها تطبق صدقني هنكون نعيش، ولكن مع الأسف عندنا قوانين ولكن لا تطبق نهائيا. مثل ما قلت لك من هو المناهي المستشفيات الموجودة الخاصة اللي مخلفات المسائل المستشفيات، ما نقول شو اسمه الأمراض الله كافي نشر، ولكن تدري المرضى الموجودين متفاوت أمراضهم وكله يصب وين في المناهي، وين يروح جون صليبي خات مثل ورد كل منهول هذا، وجون صليبي خات وعندك الصليبي خات كلها ترى مناهيل، كلها مناهيل على البحر ليل مدينة ترفيهية كلها مناهيل، صب في منطقة أغنى منطقة لتقذي اليارقات الأسماك والربيان بالكويت أخويسات، حسبين أخويسات قبل زين ما زالت جون صليبي خات قاعد يدمرونا تدميرنا بيدنا طبيعي بيدنا احنا. هذا الاهم، احنا لو طبقنا القانون علي انا، لما اشوف انا قاعد على البحر بعد ما استانس ليلة الجمعة قبل لا يقوم صدته او غرمته بدل ما يقط زبالته مكرم السامع البلاستيك هني، لو غرمته راح احس. ولكن مع الاسف ما حد، لان ماكو قانون، قصدي عفوا ماكو رقابة، ماكو عقاب. لو في عقاب ممكن يكون لنا كلام ثاني طال عمرك. شكرا. هو نفس التعقيم، يعني هي المشكلة مو بالقوانين، المشكلة في التطبيق. يعني إذا بتتكلم على الشواطئ والرحلات البرية وهذا اللي هي المسؤولة عنها البلدية ما قاعد يعني تعطي كيس، إذا رحت الخيمة بمخيم عطتك كيس، لكن لما تيجي تشيل المخيم والتواير موجودة بعض المخلفات، بعضهم يحفرون، يعني في بعض الناس تحفر وتخليه مفتوح، يعني مو ما تستخدم حتى الأشياء اللي قاعد تعطيها البلدية، يعني وقاعد يحطون حاويات في البر على البحر، لكن عملية مثل ما تفضل أنها عملية العقوبات مو موجودة. طبعا الحين هاي العمل بيئة في موضوع اللي هي قاعدة تسكر مصانع وقاعدة تضغط على مصانع، فهذا شيء زين، يعني بدأت تستخدم
عملية القانون والضبطيات، ويمكن حتى زيارات الليلية حق المصانع قاموا يروحون ويفتشون الباب ويشوفون إذا كان مصنع شغال، لأن في بعض المصانع المفروض أنه حتى الأبخرة والأدخنة اللي تطلع منها المفروض تكون بالنهار مو بالليل عشان عملية الشمس والحرارة، فقاعد يسكرون. وفي بعض اليوم يعني حتى في بعض الحين الشركات قامت يعني تراعي هذا الموضوع وتطبق الاشتراطات البيئية داخل مصانعها عشان ترد تشتغل مرة ثانية. فهي عملية تطبيق لقوانين وزيادة عقوبات، يعني اللي يمكن احنا كلنا سمعنا على قانون النظافة لا تقط من السيارة وغرامة، لكن القوة البلدية في هذا مو موجودة للأسف، انها مو موجودة، طبقوها فترة والحين اتركوها. فهي عملية تطبيق قوانين وزيادة عقوبات. شكرا. تفضل. اعتقد ان 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 التشريعات القائمه على حمايه البيئه واللي معمول بها في دوله الكويت، اعتقد ان لا يجب ان تعامل كلها او توضع كلها في سله واحده من حيث العقوبات، بحيث ان في عقوبات لا تؤثر على الصحه العامه بشكل مباشر يعني، ولكن في تعديات على البيئه من زي القاء مخلفات في سامه في من المصانع في مية الخليج، ديت على يعني على المدى يعني القصير ممكن تأثر على صحة الإنسان وممكن تقتل الناس. فالوصول أو تجريم يعني تجريم تغليظ العقوبة بحيث الوصول بها إلى حد التجريم حتى كويس أو العقوبة الجنائية يعني الوصول بها إلى هذا الحد ليس بكثير على 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 حالات ممكن تتسبب في وفيات عشرات الآلاف أو عشرات من الناس في وقت من الأوقات يعني. فالتشريع العقوبة غير كافية نفسها يعني، الغرامة لن تغطي أبدا يعني، مسألة التغريم بس في حد ذاتها لن تغطي ابدا الجرم اللي بيحدث نتيجه القاء هذه المخلفات في المياه والتسبب في وفيات العشرات من الناس يعني. انا اقول لك شغله، بالكويت عندنا لو غرمت لي واحد صدقني ياثر، لا تقول لي الحين ياثر، ولكن احنا ما نغرم، خل اغرم لي واحد 500 ولا 1000 دينار يحس فيها ترى، ولكن ما قاعد اغرمه انا عدل ولا لا غرمته صدقني يحس، لا تقول لي يحسون، بس خلاصيده وغرمه واخلي كذا واحد عبره انه والله هذا الشخص غرمته 500 ولا 1000 دينار صدقني ما يعيدونها. ولكن مع الاسف ما حد قاعد يغرمه يعني. هنا انا الحين احترامي لاخواننا المقيمين بالكويت صين، لو انا غرمت هذا الشخص هل راح يسويها مرة ثانية ويقط الوساخة اللي على اللي تشوفون أنتوا على الواجهة البحرية؟ ما راح يقطها، ولكن مع الأسف ما راح يغرم، ما غرمته أنا ولا شيء، معناه أقدر أغرمه، بس مثل ما تفضلت تخت عندنا قانون عندنا ضبطيات، ولكن مع الأسف الضبطيات محطوطة بالسيارات دفاتر ما غرمه، إيش عليهم عنده؟ خلوا كل عارفه يعرفني ما غرمه، فهذه مشكلتنا إحنا يعني. أنا بس من الأخ مشى وده جاء اللي توه قال على قصة الهيمان، وده أسأل سؤالين بس. هل قصة أم الهيمان أي هو موجود قبل المصانع ولا السكان؟ سؤال، من الموجود قبل المصانع على أكثر من 40 سنة، ترى مو المصانع المشكلة، المصانع في مالت النفط هتبي تروح تسكر محطات النفط شلون تعيش بالكويت أنت؟ صار هي أكثر من 40 سنة المصافي شغالة، ركزت يعني أنا مع احترامي لإخواني ركزوا على شغل جانب مصانع، المصنع يبقى مو موجود، مصنع توها ما صار لها يمكن 4-5 سنين، ولكن أنت عندك صار لها أكثر من كم سنة، 40 سنة مصانع موجودة من النفط والسكان يو بعدين سكنوا، إيش معنى الحين؟ شغلة ثانية، هل أنتوا سمعتوا إن عندنا حالة وفاة أو وفيات صارت عندنا من التلوثات هذه صارت بالكويت؟ هل سمعتوا أو طلعت إحصائية إن في ناس ماتت؟ ماكو شيء، ولكن إحنا مع الأسف بالكويت عندنا، أنا مو ضد الموضوع هذا خل أقول بس أوضع نقطة، إن عطينا الموضوع أكثر من حجمه، صكينا يعني غطينا موضوع ثاني، ركزنا على مواضيع هامشية ما لها معنى، ركزت على التلوث البيئي في أم الهيمان مع أن التلوث صار لستين موجود، ليش؟ بالديرة يمكن اللي شاف ذاك اللي فيه لحظة اللقاءات، بالديرة عندنا أكثر نسبة تلوث داخل الديرة،
منطقة محصورة. هني عندنا داخل فائدة السالمة سيارات عادي، منطقة محصورة أكثر نسبة تلوثات هنا بالكويت، بالديرة نفسها مو بالملهمان. ولكن ما عندي عارف أنا ليش ما يعني أنا طلعت على الموضوع شوية، ليش رد مركزين على طبعاً لو جاوبون على السؤالين هذيلة راح يعرفون إن في شيء غلط. هذا الغلط من المصانع الكويت، يعني راح أسكر أنا مصانع نفط الكويت شو نعيش باكر؟ وما تأخذ دينارك أنت تعيش باكر. بس هذا لازم لوك. أنا مع الأسف بغيت لك بس مشى أذكر أقول النقطتين هذه اللي يجاوبني عليها مو بس. شكرا، مشكورين، ما قصرت. تفضل نخالف آخر سؤال عشان الوقت. بس أخوي جمال نشكرك على المحاضرة، بس أنا بقيت أحدد نوعين من أنواع الرقابة اللي قاعد تصير عندنا. في مخلفات جزء منها قطاعات رسمية، يعني صرف صحي، نقول محطات تلوث، محطات كهرباء، وفي نوع من الإجراء اللي قاعد يتكلم عنه قطاع خاص وهو مسؤول عنه مثل مصانع أشياء خاصة، وفي نوع ثالث اللي تفضلت فيه اللي هي تلوث شخصي من سلوك أفراد في نفايات طريقة استعمال. فإحنا حين قاعد نركز أن عندنا تشريعات صادرة حكومية واللي تخالفها جهات حكومية، واللي يرصد ويتابع عملية التلوث جهة حكومية. فسؤالي اللي أنا ودي يعني جواب عليه، هل في خلينا نقول القوانين أو التشريعات البيئية عند طرح المناقصات أو طرح الممارسات يكون جزء من أجزاء الاشتراطات المحافظة أو تطبيق المعايير البيئية؟ لأن أنا مرة صادفني موضوع كانت جهة تطلب معيار بيئي حق شيء معين مو محدد، فخلينا نقول نسبة الضوضاء ناخذها بشيء معين، هل في قراءة معينة، هل في حد معين، خلينا نقول نسبة التلوث المسموح فيها لغاز معين او 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 ابخرة معينة. فاحنا هالاشياء قاعد نشوف ان الناس تحط معايير دولية، واللي تفضلت فيه ان في تشريعات لكن هالتشريعات مو متضمنة الاجراءات العملية او الاجراءات الرسمية اللي احنا ناخذها كمصدر قوة في قضية الرقابة. لو يكون في تشريع واضح متضمن خلينا نقول مناقصات او متضمن كذا، فيكون دور الديوان، لان دور الديوان تطبيق النظم واللوائح والتشريعات، حساس تكون عندنا القضية قضية قانونية والرصد فيها رصد بشكل رسمي. شكرا. شوف انا بختصر لك الكلام هذا كله الحين بعد بعد أزمة مشرف، في حين صار تفعيل قانوني صارم جدا في تطبيق أي معيار لأي منشأة صناعية تؤثر على البيئة سواء البحرية أو البرية، الحين موجود وقاعد يفعل القانون بشكل صارم جدا. راح تشوف إن شاء الله، راح تسمع مستقبلا القوانين هذه شلون طبقت بحذافيرها جدا، راح تطبق تفعل وفعل طبعا. يمكن قاعد تشوف المصانع وشغلات مركزين على نسب التلوث في اي شيء، الحين فعلت القوانين كلها في الجهات الحكوميه حتى الخاصه، في رقابه، الحين في رقابه شخصيه لبعض الاشخاص موجودين. يعني اقول لك يمكن قام يحطون الحين ان شاء الله راح يحطون نوع من السكانر او مراقبه التناكر والحاويات اللي تحمل المخلفات، يعرفون وين راح، يعني صار في تطبيق لتفعيل لقوانين كويتية صارمة جدا، راح تسمع عنها إن شاء الله. بلشوا يمكن صار لهم فترة يمكن أكثر من أقل من سنة إن شاء الله بلشوا بتفعيل هذه القوانين بشكل صارم جدا إن شاء الله، راح تسمع عنها بحيل الله. إيه كان عندك عند فاطمة كنت عندها. أنا طبعا في الهيئة العامة للبيئة في القانون يجبرها أنها تصدر لائحة تنفيذية، هي اللائحة أعتقد رقمها صدرت بقرار 210 أعتقد سنة 96، يتكلم عن المعايير البيئية، وهي عبارة عن مجلد
صادر بالكويت اليوم في المعيار لكل شيء، يعني كل شيء تتخيله منها الضوضاء ومنها الإضاءة ومنها يعني بيئة العمل المكتب والماي، يعني اللي هو النسب المتعلقة في الملوثات. ففي لائحة تنفيذية وأنا عندي نسخة منها إذا حاب تشوفها، هي كانت صادرة من عمل هيئة عمل بيئة بقرار من مجلس الإدارة العام عن البيئة، فيها جميع المعايير المتعلقة في المعايير البيئية ومحددة، وهي طبعا المفترض أن يصير عليها مراجعات، لأنه هو طبعا هي في معايير خاصة بالكويت وفي معايير من برا، فموجود يعني إذا حاب تشوفه أنا عندي نسخة إن شاء الله أعطيك إياها. أنا اسمحوا لي أني أتقدم بالشكر لإخوان الأستاذ جمال والأخت محمد. محمد أنا أشكرك على أيضا أنك أعطيتي فلاشات إضاءات لبعض المواقع، مواقع أو عناوين المنظمات الدولية، واللي تعني بتوفر معلومات مرتبطة بالبيئة، والبيئة لا شك أن موضوعها وايد حيوي، ودور أجهزة الرقابة في التدقيق البيئي أيضا دور حيوي يناقش على مستوى المؤتمرات اللي قاعد تصير بين فترة وأخرى. معلومات كثيرة موجودة، بس احتاج من الزملاء والزميلات في الديوان أيضا أن يطلعون عليها، وموجودة نسخ كثيرة منها في مركز المعلومات بالديوان. الأخ جمال أيضا نشكرك على البرزنتيشن اللي قدمته، وعلى يمكن بعد أشاطرك الرأي، أنت دائما كررت كثير أن هناك قوانين ولكن ما تطبق، وبسؤالين اللي سألتهم لمحت إلى عدم التنسيق ما بين الجهات، ونتيجة عدم التنسيق ما بين الجهات المعنية في تنفيذ المشاريع تطلع عندها المشاكل، مثل ما قلت مصانع قبل 40 سنة ليش الإسكان تعطي وتبني وتراخيص وبعدين تصير مشكلة بيئية، فهي يمكن بين قوسين عدم التنسيق يسبب لنا مشاكل نعيش فيها فترة من الزمن. كل الشكر والتقدير لكم، صراحة المحاضرة وايد قيمة، وأيضا اسمحوا لي باسمكم أشكر زملائي وزميلاتي في إدارة الإعلام والعلاقات العامة على تنظيمهم هالندوة، وأيضا الزملاء والزميلات في الديوان على حضورهم. شكرا. بعد على هامش احتفالنا اليوم بيوم البيئة العالمي، عور قلبنا شوية الأخ جمال بالصور، يمكن التلوث اللي صاير والفساد، احنا بعد حضرنا لكم مجموعة صور أتمنى إن شاء الله وانتم طالعين تشوفونها. نشكر مرة ثانية الأخ جمال والأخ فاطمة، مركز العمل التطوعي وبشكل خاص فريق سنيار على كل الأعمال اللي يقومون فيها، ومشكورين ما قصرتوا.